السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي، أنا وليد مباشر. أنا الفاوندر والأدمن بتاع الجروب بتاعنا اللي هو شيبينج أند لوجيستيك ماسترز كلاب. فكرة الجروب ده جات لي يعني بالظبط يوم 11/11/2015. الفكرة الأساسية كانت جات إن أنا الجروب دوت أجمع فيه الناس بتوع الشيبينج واللوجيستيك اللي شغالين في المجال بتاعنا. يمكن انا حظي كان كويس، انا اشتغلت انا في الفوروردينج وشيبنج لاينز، وبعدين بقيت انا في اللوجيستيك دلوقتي ككلاينت يعني. فاعتقد دي كانت تعطيني ميزه كويسه قوي، لكن حبيت انا اعمل حاجه اللي انا اجمع الناس كلها اللي انا اعرفهم واللي ما اعرفهمش، عشان اولا اول حاجه اللي احنا نتجمع ونشوف بعض، لان احنا بنقعد سنين مش بنتقابل، يمكن بنسمع اسماء بعض وما نشوفش بعض. تاني حاجة اللي احنا نعمل discussions مع بعض ونشوف ايه اللي احنا ممكن خبرات من ده ومن ده ومن دي، كل واحد بيدي خبراته ونتناقش. ودي انا شايفها دي حاجة كويسة جدا ان انا نقدر نعمل حاجة زي كده. انا محتاج حاجة في حد تاني ممكن يكملها لي. في فكرة كانت عملت في الاول خالص، بعدين هدت شوية، اللي انا ممكن اعمل event ونتقابل فعلا. وكان الايفنت في النص الايفنت كده هيبقى فيه محاضرات وفي ديسكشنز اكتر، وممكن نعمل ورك شوب. الموضوع ده يمكن هذا شويه لظروف معينه، انا طبعا مش عايز اكلف حد من الجروب اللي انا نعمل ندفع فلوس او حاجه زي كده، وكنت بدور على سبونسر والدنيا هدت شويه. فالموضوع بدا يعني يجي في فكري تاني دلوقتي قريب قوي، وان شاء الله يعني قريب جدا ابتدي اظبط حاجه زي كده ويبقى فرصه نتقابل. والحمد لله احنا معانا في الجروب اساتذه ودكاترتنا كويسين جدا في الاكاديمي، يعني هم شباب طبعا هم تطوعوا معانا، اللي هم قال احنا معاك في جروب وفكره الجروب كويسه جدا، واحنا اي حاجه نقدر نديها لكم احنا معاكم. في بدات الفتره اللي فاتت برضو في جوب فيكنس تنزل كتير، ويعني انا بشكر بالاخص دينا سعيد عامله مجهود رائع ما شاء الله عليها، ربنا يوفقها. وناس كتير قوي موجوده في الجروب وناس كتير بتتفرج، فانا مش عايز الناس تتفرج بس، انا عايز الناس كلها تتفاعل وباي معلومه صغيره باي كومنت. انا احنا في الاول وفي الاخر هنستفاد، اي حد هيستفاد من اي معلومه موجوده. فاتمنى ان الجروب ده يكبر، احنا وصلنا الحمد لله دلوقتي 1200 ممبر، اتمنى ان احنا نوصل لاكتر من كده. وده مجهودكم ودي ده الجروب بتاعكم، انا مش هقول لكم بقى الادمن ومش الادمن وانا اللي ماسك الموضوع كله، لا انا عايز كله يبقى ادمن وكله يقدر يتفاعل معانا. ان شاء الله اشوفكم على خير قريب. تحياتي لكم جميعا. وليد مباشر.